مس دعاء، الحقيقة انه الأزمة الأخيرة اللي حصلت في غزة خلت شخصيات أولادنا تختلف تنضج، خلتنا ان احنا ممكن كان عندنا مشاكل في التعامل مع أولادنا في فكرة ان هم يبقى عندهم وعي ومعلومة ويبحثوا عن المعلومة، جات الفرصة ان هم يعملوا ده. وانا من خلال لقاءاتي مع الولاد لقيت ان شخصيتهم اختلفت تماما. حضرتك شايفة الشخصية بقى من خلال التعامل اليومي في المدرسة، شخصيتهم اختلفت ازاي؟ موضوعاتهم اللي بينهم وبين بعض بقت عاملة ازاي؟ وشايفين ان احنا كتربويين بقى ممكن نستغل ده ازاي في ان احنا نبني شخصية ابنائنا؟ هي البداية ان احنا كنا بنواجه مع الاسف في الفترة الاخيرة مشاكل كتيرة جدا مع الاولاد بسبب احتمال انسياقهم لحاجات كتيرة على السوشيال ميديا بيصدرها لنا الغرب بطريقة معينة، طمس هويتهم بالظبط كده، وهما بينجذبوا ليها لان هم عايزين كل هو ما هو غريب وجديد. وانا كنت بفهمهم دايما لما بتعامل معاهم كلنا كستاف وكل اللي في المدرسه متفقين على ان هم يفهموهم ان الحرب مش بس حرب بالبارود وبالسلاح، هم بيحاربوهم بطريقه تانية عن طريق السوشيال ميديا. الافكار اللي كانت بتتبعت لهم عن طريق حتى الجيمز اللي بيلعبوها على الموبايل ما كانوش بيصدقونا خالص. كنا بنحس ان احنا بنحفر في الصخر. لما جينا نتكلم بقى على بعد الانفجار اللي حصل يوم 7 اكتوبر، حبينا بقى نوري لهم ان الصوره مش كده. بداوا يحسوا بنعم ما كانوش حاسين بيها، هم عايشينها ومش حاسين بيها. نعمه وجود امن وامان، نعمه وجود بيت بحيطان وسقف، حاجات ما بيشوفوهاش. شايفين اطفال في الشوارع، اطفال مش لاقيه اهلهم، اهلهم ماتوا، بيبيهات مش عارفين لهم اهل. فالحاجات دي كلها اثرت فيهم نفسيا جدا. ايه ده اكلنا وشربنا ده نعمه احنا مش حاسين بيها، وجودنا في بلد، وجودنا في مدرسه، امانه واستقلال واستقرار وكده، ده وجود مدرسه. المدرسه اللي دلوقتي بيشوفوها على شاشات الفضائيات عباره عن ماوى بيناموا فيها الاطفال وبيتم قصفها بالظبط وغير امنه، والمستشفيات كمان، كل دي نعم هم ما كانوش حاسين بيها خالص.